بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 83 من كتاب أسهل المسالك، ولا زلنا في باب الزكاة. قد حرروا مضروب كل الذهب في أرضنا كالبندق والمغرب، عشرون مع ثلاثة ونصف، ونصف سبع عشر ذا أو صنف. عرقنا بالكلب والريال عشرون واثنان وربع تالي، وهي ثمانون وخمس مع مية درهم مع خمسة أثمان، هي يخرج ربع العشر في الصنفين، والحول شرط وانتفاء الدين. وجاز ورق في زكاة الذهب وعكسه كذا الفلوس، فاشتبه مصرفها الفقير والمسكين. قد حرروا مضروب كل الذهب في أرضنا كالبندق والمغرب، عشرون مع ثلاثة ونصف، ونصف سبع عشر ذا أو صنف. وورقنا بالكلب والريال عشرون واثنان وربع تال، وهي ثمانون وخمس مع مئة درهم مع خمسة أثمان، هي يخرج ربع العشر في الصنفين، والحول شرط وانتفاء الدين. وجاز ورق في زكاة الذهب وعكسه كذا الفلوس، فاشتبه مصرفها الفقير والمسكين. الله علم قدر جاه محمد، وأنا له فضلا عليه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة ربي مع السلام على حبيبي خير الأنام. رحم الله من تعالى بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، نبي الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الدرس 83 من كتاب أسهل المسالك حسب ما أتذكر. نعم. يخرج ربع العشر في الصنفين، والحول شرط وانتفاء الدين، يعني أن زكاة النقدين يخرج منها، يعني هذه العملات الموجودة أو النقد أو النقدين الماضيين الذهب والفضة يخرج منها عند بلوغ النصاب وكمال الحول كما قال: والحول شرط وانتفاء الدين. يخرج منها ربع العشر، فمن له مليون تقريبا يدفع عليه ب25 ألف، وهكذا يعني يخرج ربع العشر في الصنفين، والحول شرط، والحول شرط، فمن لم يكمل الحول سنة كاملة فلا زكاة عليه، كمن هو موظف فاستخدم أمواله قبل حلول الحول الآتي فلا زكاة عليه. وانتفاء الدين، فمن عليه ديون، يعني عليه ديون، من له مليون الآن ويطالب بمليون وليس له يعني حيوان آخر، يعني مواشي أو أراضي أو عقارات أو يعني أشياء أخرى يمكن أن يجعلها في ذلك الدين، فلا زكاة عليه، فيشترط انتفاء الدين. أما إذا كانت لديه أمور أخرى يمكن أن يقضي بها الدين، فإنه يجب عليه أن يقابلها بذلك الدين، وتبقى الزكاة واجبة في عنقه. جاز ورق في زكاة الذهب، يعني أن الورق وهو الفضة يجوز إخراجها عن الذهب. من عليه 20 من له 20 دينارا وأراد أن يخرج مقابل ذلك من النقد بصرفه، النقد الفضة بصرفه الموجود الآن، فيمكن أن يخرجه عنه. وكذلك أيضا بالعكس، الذهب عن الفضة، من له 100 درهم وأراد أن يخرج ربع العشر مقابل ربع العشر من الذهب فلا حرج عليه في ذلك، وعكسه كذا الفلوس، فيشتبه كذلك الفلوس كما قال، ويجوز أن تخرج عن النقدين على قوله هو. والقول الآخر يقول: من باب القيمة حسب ما تذكر، مصرفها الفقير والمسكين، يعني أن مصرف الزكاة الذي يعطى له، وما ورد في القرآن العظيم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. 8. مصرفها الفقير، والفقير كما قال في كباب المبتدئ: وحد الأرمل وهو الفقير لدى حد الأرمل وهو الفقير وحد الأرمل لدى الأعلام، من ليس عنده كفاف عام
بعد الضروريات وهي بحسب أربابها في الغنى لا تحتسب، يعني ينظر إلى مركبه العادي ودار مسكنه وأموره العادية، يعني السكن والمركب. فإذا كان لديه من الأموال فوق ذلك ما يكفي سنة فهذا ليس فقيرا، وإن كان ليس لديه ما يكفي سنة بعد المسكن العادي بحسب قومه ومركوبه العادي فإنه يعد فقيرا، كما قال في نوازل السيد عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمه الله تعالى بقوله: وفاضل عن مسكن وما ركب، وخادم في فضل في بلغات العام حسب، وغير محتاج إليه يحسب، ومن سوى الفقه تعد الكتب، وما لديه مكتبة كبيرة فينظر إلى كتب الفقه التي يحتاجها، وما زاد على ذلك إذا كان يكفيه إذا بيع لقوت عامه فلا يعد فقيرا. وكان شيخنا المرابط الحاج عندما تعرض عليه الزكاة يقولنا لديه من الكتب ما يكفيه رحمه الله تعالى. أصيبها الفقير والمسكين والرق. المسكين هو من سكنت يده على التصرف، من ليس له قوت يومه. المسكين معناه مشتق من سكنت يده على التصرف، وهو أخص من الفقير. فالفقير قد يكون لديه شيء ولكنه لا يكفي سنة كاملة. والرق كذلك أيضا يمكن أن يعتق عبد منها، فإذا وجدنا عبدا مملوكا كامل الرقية نعطيه من، إذا كان واحد لديه مليون أو مليونين يعطيه ما في مقابل عتق ذلك العبد ويبقى حرا. والعامل هو من يأتي بالزكاة إلى السلطان، فإذا وجدنا سلطانا عادلا وأراد أن يقسم الزكاة على مصارفها وصار يرسل السعاة يقال العاملين، يعني ليجمعوا له زكوات الناس، فإن ذلك العامل تعطى له أجرته من ذلك. والمدين كذلك أيضا من لديه ديون ولا يمكنه أن يقضيها، فقير يعني عليه ديون ولا يمكنه أن يقضيها، يمكن أن تقضى عنه الديون من أموال الزكاة. مؤلف، المؤلف في قولان عند العلماء، المؤلف قيل أنه هو قريب القريب من الإسلام، واحد ما زال كافرا ولكن نرجو أن يدخل الإسلام، صار قريبا من الإسلام وهو غني وكافر، ويكفيه يعني من عدم جواز الزكاة الكفر، لأن شرطها الإسلام والخلو من المانع الآخر وهو الرقية، وكذلك يكون من بني هاشم. بني هاشم هذا الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم، وابن عبد الله عبد المطلب وهاشم جده الثالث، أبوه عبد الله والثاني عبد المطلب والثالث هاشم. فبنو هاشم على الإطلاق لا تعطى لهم الزكاة تنزيها لهم عنها إلا إذا اضطروا كفي هذه الأيام، والكفار إهانة لهم، والعبيد أيضا لا تعطى لهم الزكاة، وهذه ثلاث موانع. فمؤلف القلب إذا رشونا أن يدخل في الإسلام وهو كافر تعطى له الزكاة، وهذا قول بأنه مؤلف القلب، وقيل أنه هو الذي أسلم جديد عهد بالإسلام ولديه مال ولكنه ما زال ضعيف الديانة، فإذا أعطيت له الزكاة يتقوى دينه. نعم، هذان تفسيران لمؤلف القلب. ابن السبيل الظاعن كذلك أيضا المسافر، واحد غني في بلده وهو موجود في بلد آخر ولم يجد مسلفا ولم يجد أي حالة أن يصل بلده، ما وجد أحدا يسلفه مالا، وما وجد يعني أي حالة يأتي مال من بلده حتى يأخذ به التذكرة أو يركب به السيارة إلى مكانه، فيعطى له من المال ما يوصله إلى بلده فقط. الظاعن معناها المسافر. يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، أي يوم سفركم ويوم إقامتكم. في سبيل الله فهو الثامن، سبيل الله المجاهدون، وليسوا موجودين الآن حسب ما أرى ممن ينتسب إلى الجهاد الآن، لا يوجد منهم أحد، لأن الجهاد شرطه السلطان، والسلطان الآن يحارب الكفار لا يوجد، ولكن الخروج للقتال دون إمام سبب الخبال، وهو الموجود الآن. فالمجاهدون في سبيل الله على شروطهم تعطى لهم الزكاة. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على رسولنا، الحمد لله.